جريمة ميدان السبعين الإرهابية لا تكاد تغيب عن الذاكرة حتى تعود شواهدها وألامها وأحزانها من جديد للتذكير بهول وجرم العملية التي تجردت عن كل القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، ووفاء وعرفانا بالدور الذي لا تزال جهات رسمية وشعبية واجتماعية تبذله من أجل الأخذ بدم الشهداء والجرحى. كرم مركز الرقي والتقدم عددا من الشخصيات العسكرية والمدنية ومحامي الادعاء في القضية الذين استشهدوا في عملية إجرامية بشعة. تذكرنا بالحادث الذي حدث قبل يوم الأربعاء في رداع، الذي يؤكد أن المجرمين هما نفسهم، ولكن هذه المرة بعد تساقط الرؤوس الكبيرة الذي كانت توفر لهم الغطاء، وإن شاء الله بفضل جهود اللجان الشعبية وقوات المسلحة والأمن وكل الخيرين في هذا الوطن سيتم القضاء على الإرهاب نهائيا. قيادات عسكرية أكدت أنها لن تساوم بدم الشهداء والجرحى من رجال القوات المسلحة والأمن، متعهدة بمواصلة اكتثاث عناصر الإرهاب والتطرف حتى آخر شبر على أرض الوطن. نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد مواطننا بأننا في وحدة قوات الأمن الخاصة سنظل نتابع أوكار الإرهابيين حيثما وجدوا وحيثما حلوا حتى نقتلع جذورهم وننهي وجودهم في الأرض اليمنية. محامي أسر وذوي الشهداء والجرحى كشف للرأي العام تفاصيل جديدة فحوها تورط نافذين وقبليين وعسكريين في الجريمة، متعهدا بالتسريع في إجراءات التقاضي وصولا إلى تحقيق العدالة بحق الجناة ومموليهم ومنسقيهم وكل من تعاون معهم. لقد أضيف دليل جديد يوم أمس في قضية تفجير ميدان السبعين الإرهابية بإثبات تورط سام الأحمر بل وآل الأحمر في هذه الجريمة الإرهابية، وانكشفت الحقيقة للرأي العام بأكمله، ونحن نؤكد فريق المحامين بأننا مستمرون في متابعة الجناة وإعادة القضية من جديد إلى المحكمة لمحاكمة الجناة الأصليين وتبرئة الأبرياء ومن تم زجبهم تحت ذريعة أو تحت مبرر سيطرة الإخوان على القضاء. أكثر من عامين مر على جريمة السبعين الإرهابية التي خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح من خيرة شباب اليمن، غير أن العدالة لا تزال مغيبة دون أي مبرر من الجهة المعنية والسلطات القضائية. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء. يأمل أبناء الشعب اليمني